السلام عليكم اخوتي. يعني اليوم قيدوا لي واحد البروسي، يعني ما عرفت كيفاش ضربوني في البروسي. يعني غادي بالموتور ما صيبو ما والو، يعني محطوط الموتور قال لك لا ما فيهش الكاسك، والكاسك كان عند الخوات اللي مشي، يعني مشيت تقدا شي لعيبات ويرجعوا ما يجيو يقيدوا لي، قال لك لا ما لقيناش الكاسك في الموتور. انتما كما كتشوفوا اخوتي دابا الله شدني بواحد البروسي، يعني انا حط الموتور ما مسرك البيه ما والو، غير محطوط هنا. انتما كما كتشوفوا تجا وقفوا عليا قال لك لا ما عندكش الكاسك، غادي نديو لك مخالفه. والدري صاحبي مشى غير للحانوت يجيب، مشى للحانوت يشري ودا معاه الكاسك وما يشدوني دابا اخوتي. ها البروسي، ها البروسي اخوتي، ها تاع او ما خيدو لي البروسي، يعني البروسي انا ما سايق لا موتور لا والو، ما يقيدو لي البروسي. هادشي اخوتي والله الا منكر هادشي. اخوتي ها هما الله قيدوا لي دابايا، يعني الموتور ما صايقو ما حتى لعبه، حتى جا وقفوا عليا لا قال لك انا خوتي هادشي ما كاينه معنا، يعني من بلاصتي الموتور ما صايقو ما والو، ما عندوش الحق انا يقيد لي بروسي. كما كتشوف يعني السلطه ما يمكنش انك تدعي على السلطه، يعني فيك يعني المسكين ديما فيه الدقه.